من رأي شباب اظهورها اظهورها يا حبايبنا الخيالي أبجد ولد عارف يا هلا يا هلا مبروك ألف مبروك ليالي بلاك المرتبة الأولى مبروك محمود العارف على صهوة الأبجد أجل العابر لا لا الفانتوم تنفع الفانتوموني لو بنت البريق الملك الحج ابو يونس مدربي الصدوات الحج ابو يونس الخيال عمر غدير على اسيل الفانتوم اذا الابجر لاصحابه واصحاب مخبز السلام للريفات مع الخيال حمود العارف مخبز السلام بالزرازير التوفيق للابجر إذا حمود العارف مع الأبجر الأخ مفتوح صاحب مخبز السلام الزرزير نادى عليه وين هو الفاعل فرجيني والأم تفنين الملك معاذ بطاح استبلاط الزي الأحمر غالي السعدي استبلاط الزي الأحمر النجم الأحمر يا لهوي الحنائر يا رشيد خالك نايس سفيزو مش سامعينك على الكورديلاس ابن كورديلاس وما قد سمعت الفحل الكورديلاس الملك طارق الرفات المدرب احمد المنصور خيال زنون الملك جمال أبو زويري مدرب ريان شعبان خيل على الرفات على صوت كميل في الميدان وليد باشا وفي الفارس سيف الميدان وليد باشا فرام البريق رجاء كل جاهزين مباشرة بعد هذا الشوط إلى السويرة مع زنور مع عملية الإحماء ما شاء الله بهذا الشوط الشوط السابع المجموعة كميل مع علاء ريان فرجيني مع خالد السعدي أسيل فانتوم مع عمر غدير سويرة مع ظنور فانتوم علاء الأبجر مع حمود العارف لحظات وتدفع مع المجموعة بوابات الانطلاق إذا هي تنطلق الخيول ما شاء الله بمشتريع ما شاء الله تبارك الرحمن لاحظوا هذه الانطلاقات
للخيول ما شاء الله من المراحل الاولى على الفاز يقود المجموعه على صوت كميل بمنافسه رائعه مع ريان فيرجينيو ريان فيرجينيو وكميل والسويره ايضا هذا الثلاثي الرائع بالمقدمه ما زال كميل بصداره المجموعه مع ريان فيرجينيو بمنافسه شديده السويره ايضا مع النور الخيول قباله المنعطف الاول عمر ايضا يتقدم على صوت اسيل الفانتوم وفانتوم ايضا والابجار الخيول لا تزال الان بين المنعطفين على الغرفات يغرد بعيدا عن سبه على صوت كميل على مع كميل على الغرفات في صدارة مجموعة زنور مع سويرة يتقدم الآن زنور بالمرتبة الثانية ولكن منافسة شرسة أيضا من ريان فيرجينيو وخالد السعدي ولكن الخيول الآن بالخط المستقيم والمراحل الحاسمة لا يزال على الغرفات في الصدارة على صوت كميل لا يزال في الصدارة كميل ريان فيرجينيو على المرتبة الثانية. كل الاحترام مبروك لكميل منافسة والأروع حتى خط النهاية ألف مبروك كل الاحترام مبروك لكميل يعطيك العافية على فيرجينيو الآن من أم تسنيم بنت المنار الملك معاذ بطلاح خيول الملك خالد السعدي مبروك حبيبتي مبروك لمعاذ بطلاح مبروك ألف مبروك مالك الحجة أبو يونس المدربين استبلاط الحجة أبو يونس علود الخيال عمر غدير يلا حبيبنا نشوف